باسم جمعية الرغدة تمون الجزائر للبيئة والتنمية. أولا تنشكر جمعية زناتة للتنمية والتضامن اللي لباو هذه الدعوة ديالنا وحضروا معنا هذا الحفل اللي تنظموه بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء. هذه الذكرى اللي عزيزة علينا وعزيزة على المغاربة اللي الحمد لله توحدت فيه توحدت جميع الكلمة وتوحد التراب جميع التراب الوطني. وهذه المناسبة تم فيه تكريم واحد مجموعة واحد العينة من أبناء المنطقة النحيت وهم ستة، ولكن هذه غير عينة لأنه اللي ساهموا في المسيرة الخضراء. عرفوا أن واحد العدد ديال الإخوان ديال أبناء المنطقة ساهموا وشاركوا في المسيرة الخضراء المدفرة. في نفس الوقت بالزيارة إلى المدرسة العتيقة. هذه المدرسة العتيقة التي يرجع تاريخها لأكثر من كاد يرجع أسست في عهد الدولة السعودية، تعتبر من أكبر المدارس العتيقة على ملتقى إقليم الترودات. ثم حاولنا شاركنا الطلبة طلبة هذه المدرسة في جلسة حول تاريخ هذه المدرسة، ثم قمنا بدعم هذه المدرسة بعد المساعدات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرامي يوسف محامي بهيئة الدار البيضاء. أنا رئيس الجمعية للتنمية الاجتماعية والتعليم الأصيل لإيدا وزدوت المكلفة بتسيير هذه المدرسة العتيقة اللي تقول لها مدرسة السيد البسيط إبراهيم بن عامر، اللي فيها طلبة يتجاوز العدد ديالهم 33 حتى 35 طالب تيلتحقوا بالطلبة بالمدرسة. تي الجمعية تتسهر على التمويل ديال المدرسة، تتمول الطلبة بالأكل وبالإيواء وبالدراسة، وكاين الفقيه وكاين النائب ديالو وكاين المنظف ديال المدرسة اللي كيسال على النظافة ديالها. والدراسة كتستمر هنايا، يعني اللي جا تيقرا، الناس تيجيو تيديروا تبركوا بالطلبة والقرآن العظيم، تيجيو تيجيبوا البركة ديالهم. كاين اللي كيجيب الذبيحة، كاين اللي كيجيب يعني المساهمات عينية. قمنا أولا بحفل مع هذه الجمعية، ثم قمنا بتوزيع مجموعة من المساعدات كاللوازم المدرسية الغذائية، الحفاضات، اللوازم المطبخ، المؤن الغذائية، الأغطية.